الحمد لله الذي تتحير دون مدلك جلاله القلوب والخواطر وتدهش في مبادئ إشراق أنواره الأحداث والنواظر العالم بمكنونات الأنفس والضمائر والمطلع على خفيات القلوب والسرائر وأشهد أشهدكم أن لا إله إلا الله من كلما نودي أجابك ومن بجلاله يمشي السحاب من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه خطابا ورد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتهي انتحابا وخص الأحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب ثم قربه وسماه الحبيب وأعتق من شفاعته الرقاب فله الفضل المبين على عطاء من به وضاعف الثواب وأشهد أشهدكم أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أغر عليه النبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد رب أجل صلواتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على الرحمة العامة والنعمة التامة ألطف من أمر ونهى وأخوف من نهى فانتهى وأشرفه إلى الباب والنهى محمد خير العبيد والعباد صلى الله عليه صلاة متصلة إلى يوم الوعيد والمعاد أما بعد فهي تحية لطالما نظرتكم في الصدر بجفون السهاد والسحر ووافدتكم الآن كعبيد السحر تتنفس في لقائكم شذى الريحان والورد والمسك والعنبر إنها تحية الإسلام تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر الكرام أما بعد فهي كلمة شكر أولا للمسؤولين على هذا المجلس المبارك وسلطنت على أن يجزيهم خير الجزاء على جمعهم لنا بها على هذه المائدة مائدة الذكر ومائدة القرآن ومأدوبة القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدوبة الله فوق الأرض ومؤنس تحت الأرض وشفيع يوم العرض فنسأل الله تعالى أن يشفع فينا القرآن كما وجب الاعتذار لكم على التقصير فكما يقال الاعتراف يهدم الاقتراف فلعل اعترافي بأني لست أهلا للجلوس هنا يهدم هذا الاقتراف فلعلي كما قلت لا أستحق الجلوس في هذا المكان ووالله ما أجلسني هنا شعوري بالأهلية إنما أجلسني هنا الشعور بالمسؤولية لعل الله يجعل هذه الجلسة المباركة شفيعة لنا يوم القيامة ولتقريب الصورة أكثر قبل أيام توفيت أخت نعرفها غرقا في البحر هي وأخوها كنت أعرفها من بعيد فلما سألت عنها لما توفيت أخذت حسابها على الفيسبوك حتى أطلع على منشوراتها لعلي أجد شيء يشفع لها يوم القيامة فوجدت آخر ما نشرت قالت اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه أو كما قالت فقلت سبحان الله هذا العمل وما نشرته على الفيسبوك سيكون لها شفيعا يوم القيامة لذلك آثرت أن أتكلم هنا لعل الله يجعل هذه الجلسة شفيعة لنا يوم القيامة بين يديه إنه ولي ذلك ومولاه احترت أولا في اختيار الموضوع لكن المناسبة شرط كما يقال لذلك ونحن نستقبل شهر رمضان اخترت عنوان المحاضرة مقامات التقوى استعدادا لشهر التقوى في هذه المحاضرة بإذن الله سنعرج عبر مقامات ومنازل للوصول إلى التقوى وهي الغاية من فرض الصيام بإذن الله سنعرج سويا هذه المقامات حتى نستقبل رمضان بقلوب الشوق وبحضن الشوق وحتى نتعرض لنفحاته بقلوب راضية مرضية ونفوس زاكية زكية ونوايا صافية بهية وهمم عالية سنية أيها المسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أولا حينما نسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا فألق السمع إن في ذلك لذكرى لمن كان له
القلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فألق السمع الخطاب لك أيها المؤمن، فقد آمنت بالله، الخطاب لك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربي؟ لعلكم تتقون. إذن فالغاية من فرض الصيام حصول التقوى في صدر المؤمن. وهنا سؤال، كم صمنا من رمضان؟ هل حصل التقوى، هل حصلنا على التقوى في صدورنا أم أننا نجوع ونعطش فحسب؟ كل رمضان يحصل نفس الشيء ولا يحصل التقوى في قلوبنا. لهذا بإذن الله في هذه المحاضرة سنحاول العروج عبر مقامات ومنازل نصلت إلى التقوى. التقوى كما نقول بالدارجة بحال شي حاجة، مثلا شي كنز عندك في السطح ولا شي حاجة، كيفاش غادي توصل ليها؟ لابد من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة ثم الطبق الأول ثم الطبق الثاني حتى تصل إلى السطح. فلابد من العروج عبر مقامات للوصول إلى التقوى. وأول منزل وأول مقام هو مقام الفرح. أول مقام نصل به إلى التقوى مقام الفرح. هذه المنزلة التي لا ينزل بها إلا المؤمنون ولا ينزل بها المنافقون أبدا. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس: الفضل والرحمة في الآية، الإسلام والقرآن. هذا تفسير عام مجمل، لكن تفسير خاص، كل فضل ورحمة وجب أن نفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أمر من الله عز وجل هو خير مما يجمعون. ولا شك أنه ينبغي أن نفرح بقدوم هذا الشهر الفضيل كما سيتقدم بإذن الله، كما سيأتي بإذن الله سنذكر لماذا يجب أن نفرح بشهر رمضان. قلت هذه المنزلة لا ينزل بها المنافقون أبدا، فالمنافق استولى النفاق على قلبه، فهو يكره أن يقيد في نهار رمضان بصيام، أو أن يقيد في ليله بقيام، أو أن يسمع مثل هذه الكلمات التي تقربه من شهر رمضان، لأنها ستعكر عليه صفو حياته، أو وكأنها ستعجل بوفاته، فيريد أن يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء ومع من شاء، بلا حدود بلا قيود ودون ذكر معدود. فهما إذن فريقان عند اقتراب رمضان. الناس عند اقتراب رمضان ينقسمون إلى فريقين، فريق يفرح برمضان وفريق يغتم بذلك. فالفريق الأول يستشعر حلاوة اقتراب رمضان وأن هذه رحمة من الرحيم الرحمن، أما المنافق فيأبى ذلك ويكره. كما كنشوفوا شحال من واحد يقول لك كما كيسميوها الطنضيله، غير تقرب رمضان صافي تلقى الشهر ما عاش بحال. لذلك فالناس عند اقتراب رمضان ينقسمون الى قسمين او الى فريقين، فاي الفريقين احق بلمن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم لمن وهم مهتدون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، حقيقة معنى الظلم في الآية هو الشرك، لأن لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله ومن منا لا يظلم نفسه؟ لأن الذنب الصغير هو ظلم للنفس. إذا نحن نرتكب المعاصي ولسنا بمعصومين، إذا نحن لسنا أحق بلمن ولسنا مهتدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لم تسمعوا قول الله عز وجل على لسان لقمان وهو يعظنا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمعنى الظلم هنا الشرك، يعني آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك. وكم من الناس يلبسون إيمانهم بظلم في رمضان، كيف ذلك؟ يعبدون مع الله الشهوة. فالشرك أن تعبد مع الله ندا وإلها غيره، ومن الناس من جعل شهوته إلهه فيعبد شهوته، لا يريد أن يصوم ولا يريد أن يمسك، فتراه يدخن ويفعل ما بدا له أن يفعل. إذن فليسأل كل واحد منا نفسه بدنو شهر رمضان، هل نستشعر الفرح بدنوه؟
أم أننا نشعر بالغم والهم والكرب؟ فهذا السؤال يصنفك أنت، أين أنت؟ هل أنت مع الفريق الأول أم مع الفريق الثاني؟ صنف نفسك. فالمؤمن أيها المسلمون يفرح بطاعة الله ومواسمها، يفرح بطاعة الله ومواسمها. وأجل المواسم شهر رمضان بإجماع العلماء، أجل المواسم شهر رمضان، فيه نفحات فيه بركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله نفحات فتعرضوا لها. من نفحات الله رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. من أدرك رمضان ولم يغفر له. فهذه من نفحات الله عز وجل. ومن بركات رمضان كذلك أن الكلمة توحد فيه، كلمة المسلمين توحد. أولم تروا أننا جميعا نتناول السحور في نفس الوقت، ونفطر في نفس الوقت، ونصلي التراويح في نفس الوقت؟ سيقول قائل: لا، ربما في السعودية كيف تقبل منا بتتسويق، أو كيف تقبل منا، أو كيف يبدأوا السحور بتتسويق، أو ما شابه ذلك. العبرة ليست بالوقت بالساعة، العبرة بالفترة الزمنية. كلنا نتناول السحور متى؟ قبيل الفجر. كلنا نتناول الفطور متى؟ قبيل المغرب. كلنا نصلي التراويح متى؟ وعند العشاء. فإذا الكلمة توحد، وهذه من بركات الله تعالى. ولعل قائلا يقول: علاش السعودية مثلا يصومونها قبل أو يفطرونها قبل؟ هذا مما لا ينبغي الإنكار فيه أو عليه، لأنه من الخلاف المعتبر عند الفقهاء، وقد حدث ذلك عند الصحابة رضوان الله عليهم. فمنهم من صام في مصر، وصحابي آخر لم يصم في مصر آخر. فلما قيل له في ذلك، أي سئل عن ذلك، قال: يعني هو رأى الهلال أنا لم أره. فهذا مما لا ينبغي الإنكار فيه، وهذا لا يعارض توحيد الكلمة في رمضان. وهذه من بركات الشهر الفضيل كما أسلفت. المؤمن يفرح برمضان، ما السبب؟ ما الذي يجعلنا نفرح بدنو هذا الشهر الكريم؟ اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان، استحضر، إذا جاء رمضان، والآن استقبل رمضان، إنه جاء وآت، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وعند مسلم، يعني في لفظ مسلم، فتحت أبواب الرحمة. وعند الترمذي بسند حسن: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أقصر وأدبر. فيا لله، يا له من فضل عظيم، تصفد الشياطين ومرض الجن، تفتح أبواب الجنة أو أبواب الرحمة فلا يغلق منها باب، تغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. في تتمة الحديث: ولله ارتقاء من النار في كل ليلة حتى ينقضي رمضان، أو قال: وذلك حتى ينقضي رمضان. فيا له من خير عظيم، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، تصفد الشياطين. وأقف عند هذه اللفظة: تصفد الشياطين. قد يقول قائل، وقد تتعرض إليه شبهة من الشبهات، فيقول: فلماذا الناس يختصمون أو يتخاصمون في الشارع في رمضان؟ ولازم حنا بتمضينا شحال واحد تلقاهم ضاربين، علاش ضاربين؟ ياك الشياطين صفدت. ولهذا ثلاثة أقوال عند أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: صفدت الشياطين ومرضت الجن. القول الأول أذكر أنه قول الشيخ محمد بن صالح الثيبي، يقول: صفدت الشياطين، إذا صفدت لا يمنع ذلك من وسوستها، فيمكن أن توسوس وإن كانت مصفدة، لكن تصفد عن أمور أخرى تحتاج إلى الحركة، تحتاج من الشيطان الحركة، فيوسوس الشيطان دون حركة وإن كان مصفدا. هذا هو القول الأول. القول الثاني
أن الشياطين تصفد وتبقى النفس الأمارة بالسوء. والمنتصرون لهذا القول يعني يستنبطون منه أن الأعمال أو المعاصي التي يرتكبها الإنسان في شهر رمضان هي كلها من نفس بني آدم، من نفسه الأمارة بالسوء وليست من الشيطان. فهذه مناسبة للتبعيص، مناسبة للامتحان، كي تعرف هل الشيطان هو السبب فيما أنت فيه أم أنت ونفسك. فلا ينبغي أن نلوم الشيطان دائما، فكما يقال لا تلوم الشيطان فذاك مضيفك، ولكن لوم نفسك أنت مضيفك. فينبغي الإنسان أن يمحص نفسه في هذا الشهر الفضيل، هل المعاصي من الشيطان أم من نفسه الأمارة بالسوء؟ وقد يقول قائل النفس الأمارة بالسوء أخطر من الشيطان، ويقولها بعض إخواننا، وهذا غير صحيح، لأن في القرآن ورد ذكر الشيطان والتحذير منه أكثر من النفس. لكن لا نقلل من خطر وجلل النفس الأمارة بالسوء. هذا هو القول الثاني. أما القول الثالث فيقول أهل العلم في تفسير صفدة الشياطين ومرضة الجن أن مرضة الجن كنوع هو الذي يصفد دون سائر الشياطين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ومرضة الجن تخصيص ولفظ مخصص للشياطين، يعني فئة من الشياطين هي التي تصفد وليست سائر الشياطين. فهذه الأقوال الثلاثة لتدفع عنك الشبهة إذا قال لك قائل إذا صفدت الشياطين فلماذا يعصي العصاة ويجني الزنا ويشرب الشاربون ويعصي العصاة. ومن الأسباب التي تدعونا للفرح بهذا الشهر الفضيل ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أغلب أو جل الأعمال نعرف يعني أجرها، قراءة القرآن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، الله يضاعف لمن يشاء. مثلا أجر الحج، من أدى الحج كما ينبغي فله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصوم فإنه لله تعالى وهو يجزي به ما شاء يضاعف لمن يشاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان الصوم جنة عفوا، أي الصوم وقاية، قيل قال الأطباء وقاية من الأمراض، وقال الفقهاء إذا ربطناه بتتمة الحديث الصوم جنة فإذا كان يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، يعني الصوم يكون لك وقاية من المشاكل والمتاعب والمصائب ومن سائر الذنوب، يكون لك وقاية إذا لم ترفث ولم تسخر. والرفث في اللغة أو في القرآن له معنيان، المعنى الأول وهو الجماع، قال الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع. والمعنى الثاني للرفث وهو الفحش من القول والفعل. أما الصخب فهو الضجيج والعجيج والصراخ وكثرة اللغط وكثرة اللوم والتدخل فيما لا يعني والفضول وكثرة الكلام في غير ما ينفع. إذن لكي يكون لك الصوم جنة ينبغي أن تجتنب الرفث بمعنيه، ثم تجتنب كذلك الصخب والضجيج والعجيج. وحقيقة لا يسبق أن يكون لا ينبغي أن يكون يوم صيامك أيها المسلم كيوم فطرك. بعض الناس يوم صومه كيوم فطره عادي، كيف سنة 11 شهر حتى ذاك الشهر، لا هذا الشهر ديال رمضان راه كيحيدك الروتين ديال 11 شهر، خصنا نبدلو الروتين اللي غادي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. إذن في هذا الشهر دعوة للتغيير، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. لم يفرض الله تعالى علينا الصيام لكي نجوع ونعطش. صحيح من الحكم أننا نشعر بالفقير الجائع ونشعر بالفقير الضائع، نشعر بالفقير الظمآن الذي ليس له ماء وليس له طعام وليس له شراب،
فنمسك عن الطعام المشترك والشهوة كما أمسك عنه الفقير ركما عنه. فإذا هذه كذلك من الحكم أن نشعر بالفقير، لكن الحكمة الكبرى ليست في منعنا من الطعام والشراب، وإنما دعوة للتغيير والإمساك عن الشهوات. رمضان تربية يربينا على الصبر والإمساك، يربينا على الصبر والإمساك عن الشهوة، ثم تترجم هذا الإمساك إلى تقوى، وتترجم التقوى إلى عمل بار، فتكون أنت بذلك قرآن يمشي. ولا يخفى عليكم ما قاله عروة بن الزبير حين أتى خالته عائشة رضي الله عنها حسيبة نسيبة رضية مرضية، قال: يا أم المؤمنين، كيف هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أيها الإخوة أن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفت فيها المجلدات والكتب، الشمائل المحمدية، أخلاق الرسول، خلق المسلم، وكتب كثيرة تطرأ. مع ذلك لم تعطه محاضرة في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعت كل ذلك في جملة جامعة مانعة يانعة ماتعة. قالت: أولا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإنما هو كالقرآن يمشي. فإذا ينبغي في هذا الشهر، في هذا الشهر أن نتحلى بأخلاق القرآن. والقرآن بلا أخلاق في صدرك أيها المؤمن لن ينفعك في شيء. وجعله الله شفاء لما في الصدور من الأمراض، شفاء لما في الأمراض، وشفاء لأمراض القلب من وحل الصبر والغل والحقد والأخلاق السيئة. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للصدور، ورحمة لمن يرى، للمؤمنين، المؤمنين العاملين به. طيب، وغير المؤمن العاملين به؟ قال الله تعالى في الآية: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صحيح أن الله لم يقل المؤمنين العاملين به، لكن في الإسلام وفي القرآن الإيمان بلا عمل لا قيمة له، والعمل بلا إيمان لا قيمة له. أو لم تسمع إلى قول الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، مباشرة ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. وإلى قوله عز وجل في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح ينبغي أن يكون رديف الإيمان، فالإيمان لا قيمة له بلا عمل، والعمل الصالح من دلائل صدق الإيمان. لذلك وإن لم يقل الله للمؤمنين العاملين به فيقتضيها السياق باتفاق أهل العلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الإشارة عن القرآن وعن التحلي بأخلاقه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب حامل القرآن أو رب قارئ القرآن القرآن يلعنه. قيل: وكيف يلعنه؟ قال: يمر على آية فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم وهو يكذب وهو يفسق، فالقرآن يلعنه. ففيما ينفعه القرآن؟ فهذا يكون القرآن حجة عليه لا حجة له. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يرفع به أقواما ويضع الله به آخرين، يرفع الله به الذين رفعوه ويضع الله الذين وضعوه. من المسائل كذلك ومن الأسباب التي تدعونا للفرح برمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فلنقف قليلا عند فرحة عند فطره. بما يفرح عند فطره؟ أو يفرح بالطعام، يفرح بالماكلة، يعني بالبغرير والبطبوط والبحيرة وكل شيء يفرح به، يعني شيء يفرح به يعني؟ نعم، يفرح بهذا الشيء. علاش؟ لماذا لا يفرح؟ بعد أن حرمه طوال اليوم يفرح به ساعة الإفطار، لماذا؟ قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. والطعام ماشي فضل، ماشي رحمة من الله عز وجل، فضل ورحمة. أو لم يقل الله عز وجل: كلوا من طيبات وكلوا من رزق ربكم واشكروا له؟
إذن نفرح بالطعام بعد أن حرمه العبد طوال اليوم، ثم يفرح عند فطره لسبب ثاني، وهو أنه وفقه الله تعالى في هذا اليوم لصيام رمضان، لصيام ذاك اليوم على أكمل وجه. ومن لم يصم على أكمل وجه فلا يدخل في الحديث، فهو لا يعد صائما. قال النبي الصائم فرحتان، الذي يفرح عند الفطر بأن وفقه الله تعالى لصيام هذا اليوم. شحال من الناس يتسابقوا في الصدقة وكيطاقوا، يا شنو الصيام عند الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبك أحد فقل إني صائم، ولم يقل فتذكر إني صائم، فتذكر أنك صائم، لا، قال فقل إني صائم. لماذا؟ كي يذكر بها أخاه الذي سبه، يقول له أنا صائم. يعني مش اضطر أنك تقول لي باللغة العربية إني صائم، تصرف أنت. يعني لو سبك أحد خويا اسمح لي أنا صائم، هاك حتى تذكره بذلك، اسمح لي أنا صائم. وزيد في حالي، إذا سابك أحد فقل إني صائم، حتى تذكر بها أخاك. والفرحة العظمى، الفرحة الثانية، قلنا للصائم فرحتان عند فطره وعند لقاء ربه. كيف يفرح عند لقاء ربه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي، منعته الليل في منعته النوم في الليل فشفعني فيه. فيقول الصيام: أي ربي، منعته الشهوة فشفعني فيه، فيشفعه. يا سيقول قائل: كيف للصيام شيء غير ملموس أن يشفع لي يوم القيامة؟ أو لم تسمع إلى قول الله عز وجل: ألم ولم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالله قادر على أن يجعل الصوم شيء غير ملموس شيئا ملموسا يشفع لك يوم القيامة. حتى القرآن تنطق به، لن يشفع لك المصحف، سيشفع كلام الله، القرآن الذي كنت تقرأه. ومن الأدلة على أن يجوز ويسوغ ويمكن أن يتحول الجوهر إلى عرض، يعني شيء غير ملموس يتحول إلى شيء ملموس يشفع لك يوم القيامة. أولا الآية: أولم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ثاني شيء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على شكل كبش أملح، فيذبح ما بين الجنة والنار، فيقال خلود لا موت. هذاك الموت اللي كاين في الدنيا الآن، الموت الذي يأخذ أرواح الناس، يؤتى يوم القيامة على شكل كبش، فيذبح ما بين الجنة والنار، يعني صافي الموت حتى هو مشى، يذبح ما بين الجنة والنار، فيقال خلود لا موت، لا يموتون فيها إلا الموتة الأولى، الموتة اللي في الدنيا. فكذلك كما أن الموت يمكن أن يتحول إلى كبش بقدرة الله، يمكن للصيام أن يتحول إلى شيء ملموس يشفع لك بين يدي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. يقول القرآن: أي ربي، منعته الليل. إذا أي القرآن يشفع؟ للقراءة فقط؟ لا، قرآن الليل، قرآن الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: منعت أي ربي، منعته النوم، يعني الذين كانوا يقومون بالقرآن يتهجدون به. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم الصيام يشفع لك، يقول: أي ربي، منعته الشهوة فشفعني فيه، فيشفعان بإذن الله. وعن القرآن من الحديث كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالبقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران، على شكل غمامتين أو غيايتين أو حصين، تظلل صاحبها البقرة وآل عمران، تمنع عنه الحر يوم القيامة، ثم تشفع له بين يدي الله تعالى. كل هذا أيها الإخوة يدعون للفرح، فهل نشعر حقا بهذا الفرح؟ فهل نستشعر حقيقة أو حلاوة السرور بدنو هذا الشهر الفضيل؟ هذه هي المنزلة الأولى التي ينبغي على كل مؤمن أن ينزل بها ويحل بها، أن يفرح بشهر رمضان. أما المنزلة الثانية حقيقة، من بيننا الآن من الذين استشعروا حلاوة وفرح اقتراب رمضان، ومنهم الآن من عزم على أن يختم مثلا كتاب الله قراءة أو تدبرا أو فهما أو استشفاء
منهم من عزم على أن يتغير، أن يغير من سلوكه، وهذا ما نسميه بالهمة. فالفرح إن كان صادقا تحول إلى همة، وهي المنزلة الثانية بعد أن تفرح الهمة. والهمة كالهم، الهمة كالهم، والناس يختلفون ويتفاوتون في هممهم بقدر تفاوتهم في همومهم. الناس اللي عندهم هموم بزاف كتصبح الهموم بزاف كتبقاش عندهم الهمم، كيبقاو في كوكب غير في الحمراء. اما اللي عنده الهمه كيخلي الهموم كيمشي قدام. الهمه ان تستمر في العمل الصالح تصاعدا، ان تستمر في العمل الصالح تصاعدا، ماشي هبوطا ونزولا. كاين شي ناس مثلا في رمضان كيبدا نهار الاول تبقى ستة احزاب سبعة احزاب، والنهار الثاني كيبدا ينقص، النهار الثالث حتى الاخر كيبقى تسمى بقى تقرا والو صافي عيا طلقك في الاول من بعد عيا. العبره ماشي كثرت القوه اللي غتبدا بها، واخا تبدا غير بشويه، لكن مهم انك تستمر. كما يقال خير الاعمال ما دام وان قل، واخا يكون شيء قليل المهم انك تداوم عليه. فاذا الهمه ان تستمر في العمل الصالح تصاعدا، وهذه الهمة ينبغي أن تحول إلى إرادة وعمل. يعني ما تبقاش غير أقوال، أنا باغي كذا من أول من الله، لا، نزل على أرض الواقع وتبدا تطبق هذاك الشيء، هذاك شنو باغي دير في رمضان من عمل صالح. إذا من الآن يبدأ الإنسان بعد الفرح يشعر بالهمة. روى مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته يوما بوضوء. الوضوء جاب لي ذاك الصيدلة فين كاين الوضوء باش يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته يوما بوضوء، فأراد أن يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجزيه. فقال: سل يا ربيعة، سل ما تريد، شي حاجة بغيتها تحقق فيك، شنو هي؟ سل يا ربيعة. فقال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: أسأل مرافقتك في الجنة. فانظر إلى هذه الهمة، ما قالش أريد زوجة صالحة، كلنا يريد زوجة صالحة، ما قالش أريد زوجة جميلة، ما قالش أريد مال، ما قالش أريد ذهب، ما قالش أريد دنيا، قال أريد أسأل مرافقتك في الجنة، والهمة عالية. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلوم ان جو ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اسالك مرافقه فلان لي في الجنه، وتستجاب دعوته، لكن لم يقل ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: فاعني على نفسك بالسجود. حتى ربيعه بن كعب الاسلامي يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه مستجاب، ولو شاء رفع كف الطاعه الى الله عز وجل ولا تقبل ذلك منه، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بالسجود. هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتكاسل والتواضع؟ لا، وكلا، حاشاه ربه علما وأسمى وزكاه روحا وجسما. قال: فأعني على نفسك بالسجود، يعني اعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اعملوا آل داود شكرا. ينبغي للإنسان أن يعمل، ولو أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قال: أعيدها للمرة الثالثة: فأعني على نفسك بالسجود. همة عالية حتى يستمر هذا العبد في العبادة لربه. خلاص هو صفر الآن، رأى ربي أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الجنة، ومع ذلك لم يتكاسل ولم يتواكل. والله يحب المتوكلين ويبغض المتواكلين المتكاسلين. وينبغي للإنسان أن يعمل ويأخذ بالأسباب. في سورة مريم قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان ممكن أن الله عز وجل يرسل عليها رطبا جنيا من السماء، لكن ماذا قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة، يعني اتخذ الأسباب، من هزي النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، اعمل. قال: أعني على نفسك بالسجود، يعني اعمل. ينبغي أن نأخذ بالأسباب، لا ينبغي أن نتواكل وأن نتكاسل. هذه المنزلة الثانية، قلنا منزلة الهمة والعمل. المنزلة الثالثة، أرجع فأقول: الفرح إن كان صادقا أثمر همة عالية. الهمة إن
كانت صادقة أثمرت عملا صالحا، والعمل الصالح يقودك إلى شيء ثالث وهي المنزلة الثالثة، وهي منزلة المحاسبة، أن تحاسب نفسك. مقام المحاسبة، هل أنت راض عن أعمالك التي سترفع إلى الله في شعبان؟ معلوم أن الأعمال ترفع في شعبان، ترفع في الاثنين والخميس، وفي ذلك تفصيل نذكره فيما بعد. ففي شعبان ترفع الأعمال، هل أنت راض عن أعمالك التي سترفع إلى الله عز وجل؟ ماذا عن رصيدك؟ هل هو لك أم هو عليك أم هو صفر؟ سبحان الله، تجد في الناس يهتموا بالرصيد البنكي، تلقى كل مرة اللي عنده شهادة في البنك، والمرة تمشي يقل شي حاجة مزادة ولا شي حاجة نقصات، ولا خدا شي حاجة خصو ياخد داك التيكي ولا عرفتش كيسميوها باش يعرف شحال نقص وشحال عنده، وقال تبع داك الشيء خطوة خطوة، وما كرهش أن الرصيد البنكي نزيد عنده. كل ما ذاك الرجل شكون فينا كيكره المال؟ كلشي باغي المال، يحبون المال حبا جما، كلشي يحب المال، لكن كنساو الرصيد الذي سينفعنا في الآخرة، الحسنات والسيئات، شحال عندي في الحسنات وشحال عندي في السيئات، أحاسب نفسي ماذا عن رصيدي؟ واش خاصني ندير في الحسنات وخاصني نقص في السيئات. لما تنزل إلى المنزلة الثالثة وهي منزلة المحاسبة، توبخ نفسك وتقرعها، النفس أمارة بالسوء، إن وبختها وقرعتها صارت نفسا لوامة، تلومك على الخير لما لم تفعل، وتلومك على الشر لما فعلت. هذه النفس اللوامة. ثم إن وبختها كذلك صارت نفسا مطمئنة. من الناس، مش ناس لا يستحيل أن تحدثه نفسه بترك الصلاة، يستحيل، يقول لا ما يمكنش نترك الصلاة، هذا من سابع المستحيلات، ما يمكنش نهائيا، ما يمكنش نعقوانيتي نهائيا، ما يمكنش نصرف الخمر، ما تفتحش أصلا على بابه. النفس المطمئنة تطمئن، صافي ما بقيتش انت كتفكر كاع في المعاصي، كتفكر في شي حاجة ما هي الأهم، كتفكر في الحسنات، كتفكر أنك كما تقول حنا في الدنيا تقول كتبني المستقبل، بنينا هذاك المستقبل اللي فيه، وللآخرة خير وأبقى. فإذا حينما تنزل من منزلة المحاسبة، إن كانت محاسبتك لنفسك محاسبة صادقة، ستدرك أنك مذنب مقصر لا محالة، لا ريب ولا جرم ولا شك، تدرك أنك مقصر مذنب مفرط في جنب الله. أما إن أدركت أنك لست مذنبا مفرطا مقصرا، فاعلم أن محاسبتك كانت غير صادقة، ما كاينش خلل. أنا كاين شي ناس هذا هو الله تقول لك أنا ما تدير والو، كتهضر معاه يا أخي اتق الله، ما كندير والو، راه هذيك ما كندير والو هي كل شيء، هذيك ما كندير والو هي اللي كتجمع داك الشيء كامل، وهي اللي خرجت على الشيطان. التكبر والغرور والعجب والتبرؤ، التبرؤ من الذنوب والمعاصي، لا ما كندير والو. إذا أنت تدعي العصمة يستحيل، كلنا مقصرون مذنبون، ولكي نستحضر هذا أولا نستحضر نعم الله علينا. شوف شحال من نعم قال الله عز وجل في سورة إبراهيم، يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يقل وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، خذ نعمة وحدة ولا تحصي نعمها. نعمة اليد مثلا اش كدير بها؟ تاكل بها، تشرب بها، تحك بها، تصفق بها، صح؟ دير بها اللي بغيتي. إذا هذه اليد فيها نعم، دير بها اللي بغيتي، تسلب بها على صح، نعم كثيرة في يد، في نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصي. هذه نعمة واحدة، فكيف بالعين؟ بزاف المسائل. إن الإنسان لظلوم كفار، فينبغي أولا أن تستحضر نعم الله عليك، هذه النعم كثيرة الكبيرة، وأنا التقصير ديالي في جنب الله تعالى وتفريطي في جنب الله، لكن غير شي واحد في الدين يحسن إليك، ما خلا ما أعطاك، أعطاك العطايا، أعطاك اللي بغيتي أعطاه لك في الدنيا، أقل شيء تكون شاكر له، شاكرا لأنعمه، ومع ذلك الله عز وجل نعمه أكثر من نعم الله ونعم العبد على العبد، ومع ذلك لا نشكره، مفرطون في جنبه جل في علاه. فإذا تستحضر نعم الله تعالى عليك، ثم بعدها تستشعر تقصيرك في جنب الله تعالى، حينها تجد أنك غريب
الأشخاص عم يطلبون منك مدح. قلنا هذه المزيد الثالثة المحاسبة، إذا تشعر أنك غريق في بحر الذنوب والآثام ومفرط في حق رب الأنام، أشنو الحل يا سارة؟ لو أن شي واحد فادني مثلا كيتسالك دين، كيتسالك شي حاجة ما رضيتي فيها شي، أولا كما كنقولوا حنا خسرتي مع رؤوسك، حلتي مع رؤوسك، اش كدير؟ كتشوفو تفر، كتهرب، ما باغيش تلقى عليه، علاش؟ باش تلقى كما تنقولوا جدك في ضربو، لأن علاش؟ لأن كما كنقولوا حنا كحلتيها معاه، لكن الله عز وجل شيء آخر، الله عز وجل وخا كما كنقولوا حنا وخا ذلك الشيء مزيان مع الله عز وجل، لا تفر منه أو تفروا منه إليه. إنسان إذا شتي إلا كان عندك معاه شي حاجة كتهرب، أما الله عز وجل بغيتي تعرف فين تهرب، الأرض ربي والسماء سماءنا والملك ملكه، إلى أين تذهب؟ فأين تذهبون؟ فين بغيت تمشي؟ ما عندك فين تمشي؟ تتفر إلى الله عز وجل، وهذه هي المنزلة الرابعة والأخيرة، الفرار إلى الله، حينما تستشعر التقصير تدرك أنك غريق في بحر الذنوب والآثام ستفر إلى الله، هو الوحيد الذي سيخلصك مما أنت فيه، ما كاينش حلقة شد بعد ذلك، ستفر إلى الله عز وجل، بكي على الله عز وجل، اسجد لله، صل، قم، تقرب إلى الله عز وجل حتى يغفر لك ذنوبك، إنه يغفر الذنوب جميعا. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلما، فقال يا محمد بلغت من الذنوب ما نملك اهل الدنيا باكملها، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، قال قم يا هذا مغفور لك بل وبدلت سيئاتك حسنات، الى الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات تبدل حسنات، كاين بعض الناس يقول لك اذا تبت تعود كما ولدتك امك، بل اكثر من ذلك، اللي يرجع كما ولدته امه كان صحه بيضاء، لكن حسنات ما كاين سيئات، حتى كيبدا يعمل عاد كله حسنات، اما التائب بذنوبه الذنوب كلها تقلب حسنات، مليار ديال السيئات كتكون عندك مليار ديال الحسنات، هل من خير افضل من هذا الخير من هذه الرحمه؟ حين تفر الى الله عز وجل وتتوب اليه وتتوب اليه وتستغفره، ماذا بعدها؟ بعد الفرار الى الله عز وجل، اذا فررت اليه واستغفرته وتبت، انت في ذلك الحين تكون تقيا نقيا، غتولي صافي ابيض وحسن سيئاتك بدلت حسنات، اذا انت شنو؟ انت تقي، اذا وصلنا للغايه التي يريدها الله عز وجل، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. اذا لو فرغت الى الله ومررت عبر هذه المقامات، اولا تفرح برمضان، ثاني شيء هذا الفرح يحول الى همه، والهمه تحول الى عمل صالح تستمر عليه تصاعدا، ثم هذه الهمه تقودك الى محاسبه، والمحاسبه تقودك الى معرفه قدر نفسك وانك مقصر مفرط في جنب الله تعالى، ثم بعد المحاسبه حين تدرك انك مفرط في جنب الله لن يبقى لك الا ان تفر الى الله عز وجل. كتسمع في الدعاء في رمضان لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. لا ملجا الى ملجا ولا منجا، الملجا المكان الذي ينجو فيه الناس، فيه نجاة للناس. لا ملجا ولا منجا من الله الا لله. الا الى الله. لا يمكن ان تفر لاحد الا ان تفر الى الله عز وجل. والقاعده من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر اليه. فنسال الله تعالى ان يجعلنا من التقاة الذين يفرون اليه، وان يوفقنا في هذا الشهر الفضيل للعمل الصالح والاستمرار عليه والثبات عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واستسمحكم ان كنت ثقيلا عليكم، سلام الله عليكم.